أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى الجذور. في الثلاث حلقات اللي فاتت اتكلمنا عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس. شرحنا إن في المرحلة الأولى اللي هي من آدم لموسى، إن موسى استلم القصة بالتقليد الشفوي من أصحابها الرئيسيين بسبب طول أعمار الآباء اللي عاشوا في الفترة دي. أما المرحلة الثانية اللي هي من عصر موسى النبي، فبداية من سفر الخروج بقى تسجيل الأحداث يتم كتابة أول بأول على إيد موسى، وده ما كانش شيء غريب لأن الكتابة كانت معروفة قبل موسى بأكتر من 300 سنة على الأقل. طيب بعد موسى تيجي المرحلة الثالثة وهي فترة من يشوع إلى المكابيين، تعالوا نتكلم عنها بالتفصيل. ربنا قال ليشوع: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. وفعلا حافظ يشوع على الشريعة الإلهية وسجل كل اللي عمله ربنا معاه. الكتاب المقدس بيقول: وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله. يبقى بعد كتابة التوراة على إيد موسى النبي كتب يشوع سفره اللي هو بقى اسمه سفر يشوع وحطه مع التوراة. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ ربنا بعد كده بقى بيأمر الأنبياء انهم يكتبوا ويدونوا اللي حصل معاهم. يبقى اللي كتبوا دول ما كتبوش من نفسهم، لا ده ربنا هو اللي بيوحي ليهم. علشان كده هتلاقوا معظم كلمات الوحي اللي مكتوبة في أسفار الأنبياء دايما يجي قبلها عبارات زي مثلا كلام الرب إلى، أو هكذا قال رب الجنود، أو هكذا قال الرب، والأمثلة كتير. تعالوا نشوف بعض هذه الأمثلة. في سفر صموئيل الأول يقول: وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا. شوف يجي قبلها يقول إيه: وكان كلام الرب لصموئيل، ربنا اللي بيتكلم. في سفر زكريا مثال آخر: هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه. هكذا قال رب الجنود، رب الجنود اللي بيتكلم. في سفر إرميا النبي: هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. هكذا قال الرب. يبقى هنا الكلام واضح، ربنا هو اللي بيتكلم مع الأنبياء وبيوحي إليهم، وهم بيسجلوا اللي حدث معهم. برضو الروح القدس له دور كبير جدا، مش عايزين ننساه، تكلمنا عنه قبل كده لكن نرجع نفتكره سوا. أولا هو بيشجع الكتاب على الكتابة، بيعصمهم من الخطأ، بيعلن ليهم ويكشف ليهم ويعرفهم حاجات هم ما شافوهاش أو ما كانوش يعرفوها خالص. آخر حاجة هو بيساعدهم على انتقاء الألفاظ المناسبة اللي بتعكس المعنى المظبوط. حصل ده مع كل كتبة الأسفار لحد لما اتكتب سفر المكابيين التاني، وبكده يكتمل العهد القديم بكل أسفاره وهو الجزء الأول من الكتاب المقدس. العهد القديم شهد له السيد المسيح بصدقه واقتبس منه كتير هو وكتبة أسفار العهد الجديد. يبقى نلخص كيف وصل إلينا العهد القديم. المرحلة الأولى من آدم لموسى، وفيها اتنقلت القصة بالتقليد الشفوي لحد ما وصلت موسى النبي بسبب طول أعمار الآباء في الفترة دي. أما المرحلة الثانية اللي هي عصر موسى النبي، دي بقى فيها ربنا أمر موسى إنه يكتب، وفعلا موسى عمل كده لأن الكتابة كانت موجودة وكانت معروفة في العصر ده بالدليل وجود كتابة في قوانين حمورابي وفي متون الأهرام. أما المرحلة الثالثة فهي من يشوع إلى المكابيين، وفي الفترة دي ربنا أمر يشوع أنه يكتب، وبعد كده أوحى للأنبياء أنهم يكتبوا، وفعلا كتبوا أسفارهم إلى أن اكتملت كل أسفار العهد القديم. الحلقة الجاية بنعمة ربنا هنشوف بقى اللغات اللي اتكتبت بيها المراحل الثلاثة دول، وكمان هنعرف إيه اللي حصل في فترة السبي. هل ضاعت الأسفار في السبي ولا لأ؟ ودلوقتي مع فقرة حقا قال الله.
إن العهد القديم مليان عنف وحروب. العهد القديم في قتل وحرق وإبادات جماعية للبشر. يعني باختصار بيقولولنا إن الكتاب المقدس بتاعكم بيحض على الإرهاب. وكمان بيقولوا إلهكم ده إله عنصري ضد أي شعب غير اليهود. بيقولوا كمان إن إله العهد القديم غير إله العهد الجديد خالص، لأن إله العهد القديم غضوب وعنيف، لكن إله العهد الجديد محب ورحيم. هبدأ الرد بقصة. أنا ابني لما كان صغير ويعمل حاجة غلط عشان أنا بحبه وعايزه دايما يبقى أحسن ومش عايز الغلط ده يبقى عادة عنده، كنت بحاول أعدل سلوكه. وهو عنده 5 سنين كنت بقول له مش هجيب لك حاجة حلوة، أو أقعده في النوتي كورنر، يعني أقول له كده أقعد في حتة في الركن كده لوحدك. لما كبر وبقى عنده 10 سنين الطريقة دي ما عادتش تنفع معاه. اللي كان ينفع معاه هو أني كنت أقول له مفيش إلكترونيكس، مفيش لعب على الكمبيوتر. لما كبر بقى أكتر وبقى مراهق مش نافع معاه لا ده ولا ده، لأنه بقى محتاج حوار وإقناع. تخيلوا لو انا جيت دلوقتي وقلت له هو كبير كده اقعد في النوتي كورنر او اقعد في الركن ده لوحدك ولا مش هجيب لك مصاصه، هيكون رد فعله ايه؟ تفتكروا هتجيب نتيجه مع الحكايه دي؟ هل كده انا اتغيرت معاك اب؟ لا، بس بغير اسلوبي حسب نضج اللي قدامي. بالمصر ربنا هو الاب والبشر هم اولاده. ربنا عشان بيحبنا بيحاول يقوم سلوكنا. الكتاب المقدس بيقول لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يصر به. وربنا بيتعامل مع البشرية بنفس الطريقة اللي أنا وإنت بنتعامل بها مع أولادنا. ربنا عايز ولاده يبعدوا عن الخطية. وزي ما احنا بنغير وسائل التقويم اللي بيسموها بقى علماء التربية الثواب والعقاب، احنا بنغير ده حسب نضج ولادنا. ربنا برضو بيغير أسلوبه حسب نضج ولاده البشر. ده مش معناه ان ربنا بيتغير، لا، ده بس اللي قدامه نضج، والافضل معاه ان يكون في اسلوب تاني. الله لا يتغير ابدا، ده لو اتغير يبقى ناقص، حاشا لله ان يكون ناقصا. الله كامل لا يتغير. ده يعقوب الرسول بيقول عنه الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هو بس بيغير طريقته حسب نضج اللي قدامه. يعني مثلا في العهد القديم فيه عين بعين وسن بسن. عقلية البشر وتطورهم كانت لازمة عهد يبقى فيه ناموس وتشريع، لما تعمل الغلط الفلاني عقوبتك هتبقى كده. اليهود كانوا أطفال غير ناضجين. يعني مثلا الطلاق، لو اليهودي ما خدش فرصة للطلاق كان من الممكن يقتل مراته لما تضايقه. علشان كده السيد المسيح وضحها لما قال لهم ان موسى سمح لكم بالطلاق لأجل قساوة قلوبكم. لكن لما تنضجوا يبقى مش هيبقى فيه طلاق خالص، لأن الذي جمعه الله لا يفرقه الإنسان. لكن هل نقدر نقول إن الله كان عنيف عشان كان فيه ذكر للحروب والنار والسيف والقتل في العهد القديم؟ أولا، أصل الحروب في العهد القديم هو الخطية. كلمة السر هي الخطية. وفي الموضوع بتاع الخطية ده في 3 حاجات لازم نفهمهم كويس. أول حاجة تكرار الخطية، ثانيا عموم الخطية، ثالثا الإصرار على رفض التوبة. يبقى في تكرار، في عموم، وفي إصرار على عدم التوبة. تعالوا نشوف ال3 حاجات دول في الآيات دي والمواقف دي كمثال. ربنا بيقول لإرميا النبي عن الشعب ليس أحد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت، لأنهم من الصغير إلى الكبير كل واحد مولع بالربح، من النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب. شايفين؟ من الصغير إلى الكبير كل واحد، من النبي للكاهن عموم. يبقى الخطية بتتكرر وشاملة كل الناس، وفي إصرار على رفض التوبة. هما دول 3 حاجات اللي قلناهم: تكرار الخطية، عموم الخطية، الإصرار على رفض التوبة. موقف تاني ربنا بيقول فيه لإبراهيم اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة
ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. يعني معنى ذلك أن ربنا فضل مستني على الشعوب الوثنية 400 سنة، فضل مستني عليهم لحد لما الخطية تكتمل، يعني تبقى بتتكرر وتبقى شاملة ويبقى مفيش توبة. موقف كمان ساعد سدوم وعمورة، إبراهيم يطالب الله بالعدل، شيء عجيب. يقول له إيه ربنا لما تأكد إن سدوم وعمورة خطيتهم كبرت بقى وجي وقت الحساب؟ يقول الكتاب المقدس: تقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاش لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ وبعد كده يقول له ايه: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10، فقال: لا أهلك من أجل 10. فضل إبراهيم ينزل من 50، يا رب لو في 50 بار في سدوم معمورة ما تهلكهاش، يقول له حاضر، وفضل ينزل من 50 لـ45، وبعدين 40، وبعدين 30، وبعدين 20، وبعدين 10. وربنا كان عنده استعداد علشان 10 بس ألا يهلك سدوم وعمورة، بس للأسف ما كانش عندهم 10 أبرار. في عموم للخطية، الكل مصاب ويصر على عدم التوبة. ويقول الكتاب بعدها عن الملكين اللي راحوا بيت لوط وأهل سدوم وعمورة كانوا عايزين يعملوا معهم الخطية، يقول: قبلما اضطجع أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم، من الحدث إلى الشيخ، كل الشعب من أقصاها. شوفوا منين؟ من الحدث إلى الشيخ كل الشعب، شايفين؟ كله، يعني ما فيش ولا واحد كويس، لا ما فيش. فنادوا لوط وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما. علشان كده القديس أغسطينوس في كتابه الشهير مدينة الله بيتحدث عن بشاعة خطايا الأمم الوثنية اللي هي كانت السبب في اللي حصل معاهم. بيقول القديس أغسطينوس: بواسطة هذين القائدين الرائعين موسى ويشوع جرت معظم الحروب بطريقة ناجحة وعجيبة وبشهادة الله، فإنهما قد حققا هذه الانتصارات ليس بسبب استحقاق العبرانيين، بل بسبب خطايا الأمم المهزومة. يبقى بسبب خطايا الأمم حصلت هزيمتهم. ثانيا، في كتير من الأحيان الدكتور بيضطر يعمل تدخل جراحي لاستئصال السرطان المميت من الجسم محافظة على حياة المريض. كل الشعوب دي كانت وثنية بتتعبد لآلهتها بالزنا، وكان الزنا منتشر وبالأخص مع الحيوانات. الشعوب دي برضو كانت بتحرق الأطفال كذبيحة للآلهة الوثنية، وكانوا يطبلوا بصوت عالي علشان الطبول تغطي على صوت صراخ الأطفال وهم بيتحرقوا في حجر الإله. وفي الأعياد كان الكهنة الخصيان بيرقصوا ويضربوا أجسامهم بالسكاكين وينزل منهم الدم، وكان كتير منهم بيخصي نفسه طول حياته لخدمة الآلهة. لو اتكلمنا بقى عن الفتيات العذارة، فدول كانوا بيضحوا ببكارتهن. لذلك أراد الله أن يطهر الأرض من العبادات الوثنية قبل استقرار الشعب فيها، حتى لا يضلوا بعبادة الأوثان ويرتكبوا خطايا الأمم دي. في حاجة اسمها social conformity أو التوافق الاجتماعي. هوريكم تجربة تشرح الفكرة دي. دي واحدة بيتعمل عليها تجربة في عيادة الدكتور. زي ما انتوا شايفين كل اللي حواليها دول ممثلين. تجربة ببساطة ان كل ما جرس يضرب وهم مستنيين الدكتور كلهم يقوموا يقفوا. هي بتستغرب في الأول شوية، لكن بعد كده تلاقوها بتقف معاهم. بعد كده الموضوع بيبقى عندها عادة، كل ما الجرس يضرب تقوم تقف،
لحد ما معادش في حد غيرها. يا ترى هتقوم تقف لما الجرس يضرب ولا لا؟ هي بقت لوحدها خلاص. شايفين؟ هتفضل تقف لان الموضوع عندها اتقلب لعادة بالرغم انها اصلا مش فاهمة ليه هي بتعمل كده. دلوقتي جه واحد، ده على فكرة برضو مش بيمثل، شوفوا هيحصل ايه لما الجرس يضرب. شافها بتقف، راح واقف زيها، وهكذا. هي كانت بتقف ليه؟ ده عشان السوشيال كونفورميتي او التوافق الاجتماعي، مش عايزة تبقى مختلفة عن المجموعة. بعد كده بقت زيهم. لا ده مش بس كده، دي كمان نقلت اللي اتعلمته للجداد بالمثل. بني اسرائيل كانوا هيعملوا كده، كانوا هيتعلموا من الامم الوثنية واحد كده ينقلوا اللي اتعلموه للاجيال الجديدة. ثالثا، الله ضد الخطية اينما وجدت، لذلك كان العقاب لليهود والامم زي بعض. ده اليهود اتعاقبوا اكتر من الامم بكتير، ده حوالي 85% من العقوبات كانت على اليهود. لما مثلا الشعب كان بيتزمر في البرية بعد الخروج من مصر، كان ربنا بيعاقبهم بضربات عظيمة ونار تحرقهم وحيات محرقة. ده في حادثة قورح وداثان وأبيرام الأرض انشقت وبلعتهم. في فترة القضاء كل ما كان يبعد اليهود عن ربنا، كان ربنا يسلط عليهم أمة من الشعوب اللي حواليهم ياخدوا خيرهم ويزلوهم. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما تيجوا نشوف الذل اللي شافوه في السبي الأشوري والسبي البابلي وبعدين في الغزو الروماني. ده سرجون الملك الأشوري لما غزاهم بيقول في بداية حكمي استوليت على مدينة السامرة وأخذت 27,290 أسيرا من سكانها، وأسكنت فيها أناسا من البلاد التي غزوتها بذراعي، وعينت حاكما عليهم وفرضت عليهم الجزية والضرائب. شايفين الذل اللي شافوه؟ هو كان سهل على اليهود يشوفوا أورشليم عاصمة مملكتهم بتتدمر، سهل عليهم كان يشوفوا الهيكل بيتخرب. ده اليوم اللي اتخرب فيه الهيكل يوسيفوس المؤرخ بيقول، وعلى فكرة ده يوسيفوس كان شاهد عيان على اللي حصل، بيقول يوسيفوس: لا يمكن أن يتصور أحد أصواتا أعلى وأكثر فزعا مما حدث من كل ناحية أثناء احتراق الهيكل، صيحات عويل الشعب المحاصر بالنار والسيف فوق الجبل وداخل المدينة، كانت الدماء في كميتها أكثر من النار والمذبوحون أكثر عددا ممن ذبحوهم، ولم تعد الأرض ترى في أي موضع إذ كانت مغطاة بأكوام من جثث القتلى، صار فوقها الجند وهم يتعقبون الهاربين. وبعد كده بدأ يحكي ازاي ان الرومان حطوا شعاراتهم اللي هي النصور الرومانية فوق الانقاض قدام بوابة اورشليم الشرقية، وقدموا لها كمان القرابين. وبكده اتحقق كلام السيد المسيح لما اتكلم عن ركسة الخرابة القائمة في الموضع المقدس. يعني كل ده يوضح ان اليهود كمان كانوا بيتعاقبوا عقابات شديدة جدا. يبقى ازاي بقى ربنا هنا عنصري؟ الله يعاقب اليهود بنفس الطريقة التي يعاقب بها الامم الوثنية، يبقى هو ضد الخطية بغض النظر عن مين المخطئ. رابعا، الاحداث دي مش عامة، مش في كل وقت في الكتاب المقدس، لا، ده الأمر مرتبط بزمن معين، هو زمن يشوع بس، ومرتبط بأرض محددة اللي هي أرض الموعد، وضد شعوب معينة مش كل الشعوب. ده ربنا يقول لهم مثلا: أدوم لا تمسهم، مؤاب لا تمسهم، بني عمون لا تمسهم. مين اللي قال إن كان في إبادات جماعية؟ ده سفر القضاء اللي بعد زمن يشوع بيقول: فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. يعني كل الشعوب دي كانت موجودة حتى بعد زمن يشوع، يبقى فين الإبادة الجماعية؟ خامسا، ما فيش أمر بقتل الأمم بسبب أنهم مش يهود. يعني الشريعة عمرها ما قالت اقتلوا اللي مش يهود عشان هم مش يهود، بالعكس، ده في كتير من الآيات الكتابية اللي بتوضح اهتمام ربنا بالغريب اللي هو مش يهودي، وبتوضح ان إله العهد القديم ما كانش عنصري لأنه أحب
كل الناس ووصل يهود بمعاملة حسنة للأمم. مثلا بيقول في سفر الخروج: لا تضطهد الغريب ولا تضايقه لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. سادسا، عندما تتوب الأمم يعطيها الله فرصة ويرفع غضبه عنهم. أكبر مثال هم أهل نينوى اللي لما تابوا ربنا رحمهم وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. هو إذن يرحم الأمم حينما تتوب. سابعا، الله يرفض العنف والقتل وسفك الدماء. الآيات مليانة في الكتاب المقدس ده. في الوصية الستة من الوصايا العشر اللي اتكتبت بأصبع الله بيقول لا تقتل. ويقول ربنا على لسان سليمان الحكيم في سفر الأمثال: هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه، أيد سافكة دما بريئا. ثامنا، التخريب بالنار في ضوء العادات القديمة في معاملة الأمم المغلوبة والمهزومين في الحروب ده أمر عادي جدا. الشعوب القديمة كان عندها قساوة بربرية مخيفة في معاملة المغلوبين، ولو شفنا اللي عمله يشوع لاعتبرناه من أعمال الرحمة. حتى من الناحية العسكرية من الأفضل القضاء على الشعب المهزوم كله، لأن انتصار بني إسرائيل في محاربة بلد يجي وراه أنهم يروحوا بلد تانية يحاربوها، فعشان ما يرجعش أهل البلد الأولى يقووا حصونهم ويهاجموا بني إسرائيل من ورا، كان موتهم أمر ضروري حربيا وعسكريا وبرضو صحيا، لأن الحرق يقلل من فرص انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن تعفن الجثث. ما هو أنت برضو ما ينفعش تقيس كل اللي بيحصل في الحروب القديمة بمقاييس حقوق الإنسان دلوقتي اللي هي برضو ما بتحميش الناس في الحروب الحديثة. صدقوني حتى في الحروب الحالية شوفوا كمية الأسلحة اللي بتستخدم وكمية الضحايا اللي بيموتوا بسبب الأسلحة، بقى عندها أنواع مختلفة بيولوجية وكيميائية وحتى نووية. شوف اللي حصل في الحرب العالمية الثانية. تاسعا، الشعوب دي كلها سمعت بعمل الله مع شعبه لكنهم أصروا على عدم التوبة وأصروا على محاربة شعب الله ولم يتراجعوا. في قصة أريحة مثلا، برغم معرفة أهل أريحة بإله إسرائيل والمعجزات اللي عملها، بدل ما يتوبوا ويرجعوا رفضوا ربنا وحاربوا شعبه. شوفوا رحاب قالت إيه للجاسوسين: وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن، سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. يعني حتى الخطاة خدوا فرصة لكن ما تبوش، بالرغم من أن الرسالة كانت وصل لهم من زمان. وبرضو في حصار أريحة اللي امتد عدة أيام ما سمعناش ان في حد تاب، دول ما استسلموش، لا فضلوا على خطيتهم. ده في رأي بيقول ان مدينة أريحة كان فيها مخارج لدخول الأكل والشرب وكان ممكن ان المدنيين دايما يخرجوا منها، وفعلا الرأي ده بيقول ان بعض المدنيين خرجوا واللي بقي في المدينة هم رجال الحرب وهم دول اللي ماتوا. عاشرا، كل اللي حصل ده ما كانش لصالح شعب إسرائيل بس، إنما في الحقيقة هو كان لصالح البشرية كلها. ما انتوا ما تنسوش إن المنطقة دي كانت مركز مهم للتجارة، وكان التجار بقى هيشيلوا معهم في سفرياتهم وفي معاملاتهم التجارية الفساد وكأنه الموت الأسود، وكانت الخطية هتروح وتوصل لكل اتجاهات العالم المعروف ساعتها. النقطة الحداشر، قتل الأطفال مش بسبب وحشية إله العهد القديم، ده كان نجاح لهذه الأطفال. دول لو عاشوا بعد كده كانوا هيتقدموا ذبائح حية بوحشية شديدة للآلهة الوثنية. ذبح البشر إكراما للآلهة
عبادة قديمة عرفتها الشعوب السامية وغيرها من الشعوب، واليهود نفسهم على فكرة ما سلموش منها. ده الكتاب المقدس يحكي عن أحاذ ملك يهوذا دخل ابنه النار. الكتاب المقدس يقول بل صار في طريق ملوك إسرائيل حتى أنه عبر ابنه في النار حسب أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. ربنا هو صاحب الأرواح دي كلها، والموت هو نهاية للجميع. محدش بيختار هيموت إزاي ولا بيختار هيموت امتى. من حق ربنا الخالق انه ينهي حياة الناس في الوقت اللي هو عايزه، ولو اراد ان تنتهي حياة الانسان بموت طبيعي او مرض او بنار ينزلها من السماء او بطوفان او بان يتقتل الانسان ده على ايد الاعداء، ربنا بيختار الطريقة اللي هي حتما الطريقة الافضل للانسان، لانه هو يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. الله صالح لا يريد الشر للانسان، هو يختار دائما الافضل للانسان حتى في طريقة موته. النقطة الاثناشر والأخيرة، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد. طب هو إيه المشكلة إنه يكون إله العهد القديم مختلف عن إله العهد الجديد؟ ما احنا ممكن بسهولة على فكرة نرد على المشككين اللي بيتهموا ان في الكتاب المقدس عنف ونقول لهم الكلام ده كان بيحصل في العهد القديم، احنا دلوقتي ملناش دعوة، ربنا بتاع العهد القديم ده احنا ما نعرفهوش. دي تبقى كارثة لو قلنا كده، كارثة. دي بدعة ظهرت في النص الأول من القرن الثاني الميلادي على إيد ماركيون اللي نادى بوجود إلهين، واحد هو الإله الخالق والتاني هو الإله الفادي، وادعى أن إله العهد القديم لا يمكن أن يكون هو نفسه أبو ربنا يسوع المسيح إله الرحمة. وده خلاه يرفض أصفار العهد القديم لأنها في نظره وحي من إله اليهود القاسي. طبعا كتير من أباء الكنيسة والمعلمين تصدوا للفكر المنحرف ده من زمان، يعني مثلا علامة ترتليان، قديس يوحنا الذهبي الفم، ناس كتير. لما نقرأ العهدين العهد القديم والعهد الجديد بصورة كلية بصورة شاملة هنتأكد أن صفات الله متوافقة ومتطابقة في العهدين، سواء كانت تعبر عن غضب أو عن محبة. يعني على سبيل المثال من خلال العهد القديم نرى أن الله غفور ورحيم بطيء الغضب وافر في المحبة واللطف والحنان والرحمة والحق. ده المزمور بيقول لأنك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين إليك. وفي العهد الجديد بنشوف حنان ورحمة ربنا اللي بياخدوا صورة تانية أكتر وضوح من خلال إعلان ربنا لينا لما قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. يبقى في العهدين الله محب ورحوم. في العهد القديم لما اليهود ارتكبوا الخطية عن عمد وتركوا عبادة الله لعبادة آلهة أخرى وبخهم ربنا، لكن برضو نجاهم وأنقذهم، كان رحيم معاهم. كل ما يتوبوا يبقى رحيم معاهم، وبنفس الطريقة بيتعامل الله مع المسيحيين في العهد الجديد، برضو بيأدبهم وبيبقى رحيم معاهم. ده بولس الرسول يقول إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. وبنفس الطريقة بنشوف في العهد القديم غضب وقضاء الله على الخطية، ده لما يكون الخاطي غير تايب ومصر على عدم التوبة. برضو في العهد الجديد بنشوف ربنا بيرفض الشر، بولس الرسول يقول لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. وده كان واضح في قصة حنانيا وسفيرة اللي جت في سفر الأعمال الإصحاح الخامس، الاثنين ماتوا بسبب الكذب، الله هو ضد الخطية. إذن من الواضح أن الله واحد سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، هو محب حنون كأب
في العهد القديم وفي العهد الجديد. هو أيضا حاسم لا يقبل الخطية سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. إذن الله بطبيعته لا يتغير، لكن إحنا بس ممكن نشوف بعض صفاته في بعض الأجزاء ظهرة أكتر من صفاته التانية. ده مش معناه إن هو تغير، لأنه لا يتغير. إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل إن أحب الرب وعشنا. إلى اللقاء.